19، أرخص أوضة بسرين عندنا، جنيه واحد في الليلة. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي إزاي دي؟ أصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. أنت عارف حضرتك الخيل بتنام إزاي؟ بيجيبوا الخيل لا مؤاخذة يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، أنا بنام معوج زي الحمار، كتيرة جنيه. ده حرامية يابا. هي واسعة بس ضيقة شوية. أو السقف نازل. فيها سفور. شفته في أوضة النوم واحد. والشقة اللي شفناها دي إيجارها كام في الشهر؟ ب 100 جنيه عشان خاطركم. ما تهزقها شوية. إحنا هندفعوا 7 جنيه. ويا حسان انا العصاية. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنباتوا فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. ها السرايا دي خليك انت اصلك نحس يا راجل. ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. حصل بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه تعال. ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. تعال تعال دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه؟ مطرح الحوض هنزرع فول واللي جنبين يزرعوا سلطه. الله يامر بيتك يا عم علوان. مين الحياجر؟ ما احنا قدامك اهو. ما كانش يتعز. انا فاكرك بتاجر اوضه لاختك قريبتك الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده اندر راجل في اسكندريه. ما انا عارف. شايلنا شيله قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا لو كنا بنات كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف نشوف. انتوا حظكم يا رب. الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجبان والاجره هي مساكين. السكينه سرقاهم مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ ولا
المتطلبات. وانا بشكر اني ما لقيتش في المدينه الجامعيه. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في اوضه علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، اشكرك يا رب. مفيش شوب. ايه ترى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرفنيش. ده هيزلنا علشان المائية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات. البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط؟ مظبوط. مساكين ما لهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه الله. هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبة برج القاهرة دي؟ عشان وحشة. نعم؟ قصدي اللي تبقى وحشة كده لازم أخلاقها تبقى وحشة. أنا خايف على البنات منها. أنت عارف هنا أهم حاجة عندنا الفضيلة. الفضيلة؟ بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على أوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغاية دلوقتي. تعالى. اتفضل. اتفضل. ضربة الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطلش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطة دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب16 قرش ونص في اليوم. فصلها يا ولد، فصلها. شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل؟ بسيطة قوي. مش تشوفوا الأوضة الأول؟ اتفضلوا اتفضلوا.